مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، في يوم جديد وحلقة جديدة من إنبوكس على شاشة صدى البلد. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بدأنا العد التنازلي ل 2022 ان هي تخلص ونقول لها باي باي، ونستقبل بقى 2023 بكل رضا وسعادة وهنا. يا رب تبقى سنة سعيدة وجميلة وهادية على كل الناس، ويا رب كل اللي ما حققش انجازات واهداف والحاجات اللي كان نفسه يحققها في 2022 يحققها بقى في 23، وتبقى سنة وشها حلو على كل الناس، ويا رب احنا كمان نبقى وشنا حلو عليك. ودايما متعودين ان احنا نحتفل معاكم بالسنة الجديدة بحلقة كده كلها بهجة وسعادة واحتفالات مع الناس الجميلة اللي موجودين في الاستوديو، فاروق وخطيب. يا اهلا يا نور. يا اهلا يا اهلا اهلا، كل سنه وانتم طيبين. انتوا الاجمل. اه والله، يعني ازيك يا نور؟ انا عايزه اقف ثانيه بس. ما هذه الشياكه؟ لا ما تجيش حاجه جنبكم، خلي بالك. ولا جنبك كمان، خلي بالك. ده احنا لو خلي بالك، بص فاروق يعني لا 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 ما شاء الله، يعني انا مش عايز انظر على القميص، ما فيش خشب هنا. خشب خشب يا جماعه، نمسك الخشب. لا وانا عاجبني الستايلنج. الستايلنج حلو قوي. خليك يا رب، انتوا احلى. عليكم احلى حبايبي والله، اخواتي وحبايبي. انا مش هعلق عليه عشان هو على طول في الحلقات بتاعت 22. المسامح كريم بقى، كان على طول. احنا بنعدي سنه وبنستقبل سنه، خلاص بقى سنه جديده. ولازم تسامحيني، ولازم يعني لازم تغفري كل اللي حصل مني، لان دي محبه في الاخر. انت شياكه وقمر. ربنا يبارك. انا مش عارف، مش خوفي من اللي جاي بقى. يا خوفي من اللي جاي. انا بفرش الاول فرشتي بعد كده بالما. انا حاسس والله. لا والله، والله يعني مش عارف اقول لكم ايه، بس ربنا ما يقطعها عاده. كل سنه طيبين دايما كده. ايه يعني اخر كل سنه معاكم هنا في البرنامج، بنكون والله العظيم يعني طايرين من الفرحه جدا ان احنا بنختم معاكم سنه قضينا فيها معاكم اوقات كتيره جدا 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 بحلقاتنا. الحمد لله يا رب كده ايه يعني يديمها نعم علينا ومعاكم، يعني قدمنا فيها كل يعني حاجه بنحاول نلخصها لكم، وكمان يعني تكون حاجه فيها رساله، وحاجه كمان بالنسبه لنا نقدر نقول عليها ان هي حاجه قيمه، لان فعلا انتوا تستحقوا اكتر من كده. وكل طبعا ضيوفنا اللي بيجوا لنا، فبنحاول دايما نسعى هنا كل يعني اخواتي واصحابي وزمايلي وطبعا كل يعني فريق العمل، بنحاول نقدم لكم محتوى محترم جدا يليق بيكم كمشاهدين وكاصحابنا. يعني احنا خلاص بينا عشره، نتمنى عام 23 باذن الله يكون عام كله خير ورضا. هاخد كده من كلام نور، ودي اهم حاجه طبعا الرضا، لان عام يبقى كله يا رب كده نجاحات وخير علينا كلنا، ونكون راضيين بكل حاجه. بس طبعا ده لا يقلل خالص ان احنا ممكن كل واحد عنده حلم يسعى له، ويبقى عنده طموح يبقى هو ده اللي يوصله لهدفه ولحلمه، وان شاء الله كل واحد يعني يلاقي اللي هو عايزه في عام 23 وكلها ساعات خلاص كده ايه، ونبدا بقى سنه جديده ان شاء الله بحلوها ان شاء الله، ما يبقاش فيها مرها. يا رب يا رب يا رب. امين يا رب.